اللوحات التي ترسم على الجدران تعطيك طبيعة خاصة وإحساس مختلف وشعور مزدوج بين الحياة الحديثة والحياة القديمة. في الأعلى هناك أفخم فندق وأقدم فندق في مدينة كيبك، وهو فندق فروتين داس، وهذا يتبع شركات فيرمونت. إذن عند هذه النقطة يوجد تمثال هنا لقائد جيش فرنسي اسمه صامويل شامبلون، الذي ولد عام 1567 ميلادي. وبالمناسبة اسم كيبك يعني الأرض منخفضة المياه، ويعنى بها مياه نهر سان لورانس. حاليا أنا في مطعم، طلبنا وجبة الغداء مع أني مبيوعان، لكن حكم القوي على الضعيف استجبنا للضغوطات. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش مالهم ني. هذه مدافع ثلاثة بإزاء السور وهذا البرج. هذه إطلالة. هذه كنيسة سانت باتريك منذ عام 1832 للميلاد. إحدى الأزقة في المدينة الرائعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في جولة جديدة، وهذه المرة في مدينة كيبك، عاصمة مقاطعة كيبك شرق كندا، في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر أكتوبر 2022 للميلاد. تابعوني أولا بأول. دخلنا بالغلط هذا المتحف، ووجدنا فيه بعض الآثار الفرعونية والأحجار والقوارب القديمة. هذا اسم المتحف، وها نحن نصعد لنستكشف وإياكم مدينة كيبك في عقرها في وسطها. هذه المدينة القديمة في كيبك. التي ترسم على الجدران تعطيك طبيعة خاصة وإحساس مختلف وشعور مزدوج بين الحياة الحديثة والحياة القديمة. هل خفتم؟ أنا الآن في المدينة القديمة في كيبك، وتبدو الكثير من المعالم القديمة هنا وهناك. ما رأيكم بهذا الأنتيك؟ هذه كنيسة المدينة. صراحة أعجبتني جدا كيبك. ما رأيكم بهذه السكة أو الزقاق؟ في الأعلى هناك أفخم فندق وأقدم فندق في مدينة كيبك، وهو فندق فروتين داس، وهذا يتبع شركات فيرمونت. الفندق فخم جدا، 5 نجوم وراقي، وفيه إطلالات على نهر سان لورانس. يصعد إلى الفندق بالمصعد الكهربائي. ما رأيكم في هذه الأسواق وهذا الجمال الأنتيكي في مدينة كيبك؟
بصراحة أنصح بمدينة كيبك، يعني إذا أردتم وجهة فيها كل الفعاليات والأنشطة وما يريده الأهل والعيال ستجدون هنا في كيبك. حتى محلات الأيس كريم موجودة. ما شاء الله الجاليات الصينية تشرب بشكل رهيب. ومن مميزات مدينة الرسم على الجدران، هذا الرسم ثلاثي الأبعاد. خبروني شو سالفة القرع أو اليقطين، هل هو له علاقة بموضوع الهالوين؟ اشتريت ميداليات كعادتي من أي محل أزوره، محل آثار وهدايا وتحف في أي مدينة في أوروبا، علما بأننا في كندا. سأصعد الآن هذا المصعد إلى الأعلى. بسم الله. شوفوا إطلالات مدينة كيبك الجميلة. نهر سان لورانس. إذا عند هذه النقطة يوجد تمثال هنا لقائد جيش فرنسي اسمه صامويل شامبلون، الذي ولد عام 1567 ميلادي وتوفي سنة 1635. وهذا هو الفندق القديم الأثري فروتنتاس الذي تحول إلى فندق الآن. هذه المنطقة كلها ضمت إلى لائحة التراث في اليونسكو قبل أكثر من 30 سنة. هذه إذن لقطاتنا على مدينة كيبك كما شاهدتموها. أنا الآن في كيبك. I am in كيبك. هذا فندق هوتيل فيلا سيتي هول. ننزل الآن إلى الأسفل لنرى ما تخبئه لنا مدينة كيبك من أسرارها. الساعة الآن 1:04 ظهر الثلاثاء الرابع من شهر أكتوبر 2022 للميلاد. كيبك، لاحظوا فخامة هذا الفندق ذي 5 نجوم. شيء عجيب. إذن لا نزال في مركز وسط مدينة كيبك. وبالمناسبة اسم كيبك يعني الأرض منخفضة المياه، ويعنى بها مياه نهر سان لورانس. الآن سندخل المطعم.
هذا مطعم إن شاء الله سنطلب منه. الآن إن شاء الله سنطلب وجبة ونرى ما يمكن اختياره من هذه القائمة. انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. أيها الكرام الأعزاء، للراغبين الحضور إلى مدينة كيبك بالطيران من دولة الإمارات ومن الخليج بشكل عام، هناك عدة خيارات: الطيران الهولندي، الطيران الفرنسي، الطيران البريطاني. أما الطيران الكندي فيصل إلى مدينة تورنتو من دول الخليج، ومن تورنتو تقدر تستطيع أن تحول الرحلة إلى كيبك. تقريبا نحتاج ساعتين أو ثلاث ساعات من مونتريال إلى مدينة كيبك بالسيارة. إن شاء الله بعد كيبك ننصح بزيارة مونت تريمبلون، هذه قرية صغيرة جميلة جدا، نستطيع أن نسميها القرية الملونة لتلون البيوت بأشكال وألوان زاهية مختلفة. هناك الفنادق بكثرة لأنها منطقة سياحية ويوجد فيها التلفريك، يصعد إلى أعلى الجبال، وهناك أيام الثلج يكون في برنامج للسكي والتزلج. هذه بعض الملامح التي أحببت ذكرها لنا. حاليا أنا في مطعم، طلبنا وجبة الغداء مع أني مبيوعان، لكن حكم القوي على الضعيف استجبنا للضغوطات، وإن شاء الله ننعم بطعام هنيء وشهي. نسيت أن أقول أن الدولار الكندي يعادل 2.72 فلس، هذا فقط لأجل العلم. وصل الأكل الآن ونجرب الستيك البقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عيش مالهم ني. هذه الباصات السياحية، الهب اون هب اوف. هذه بعض طرقات المشاة في وسط مدينة كيبك الكندية. انظروا إلى الفشار أو الفراخ كيف يتناثر. هذا المبنى من 1908. هذه البوابة تسمى بوابة القديس جون. سأصعد أيضا هذا السور لنرى إطلالة أخرى على كيبك. هذه مدافع ثلاثة بإزاء السور وهذا البرج. هذه إطلالة. احضر هذا المدفع. لاحظ قدم المبنى مع وجود بعض نماذج من المدافع والذخائر الفولاذية. هذه كنيسة سانت باتريك منذ عام 1832 للميلاد. هذا فندق كيبك مؤسس من 1930. هذا أقدم مكتب بريد عندهم في كيبك بإزاء هذا التمثال
فرانشيس دي لافال دي مونت مورينسي. هذا مولود سنة 1623 ومتوفى سنة 1708. كأنه إنسان باحث أو بحاثة في اللغة العربية. صراحة كلما صورت مكانا أو بقعة برزت لي بقعة ومكان آخر، كارتير. وهذه إطلالة أخرى على نهر سان لورانس. المدينة من شدة جمالها يتعب الإنسان أن يحيط بكل معالمها في يوم واحد، لكن أحببت أن ألم بأغلب المعالم تقريبا. إذن هذه المدينة القديمة صنفت ضمن لائحة التراث في منظمة اليونسكو. بين صعود وهبوط نحوم في هذه المدينة الجميلة. إحدى الأزقة في المدينة الرائعة. أيها الكرام، لحظة، بس نحن بحق السماء.